اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي خط احمر وحلقه مميزه جدا، حلقه طبعا بنبارك فيها الصعود للنهائي. اعتقد يا فارس انتصارات والصعود للنهائي ده شيء مهم جدا وبطوله غاليه جدا على كل الجماهير. برحب بيك طبعا. برحب بيك يا اسامه وبكل مشاهدي الاهلي خط احمر. زي ما قلنا لا تحلم نصف حلم، وبالفعل النادي الاهلي لم يكتفي بنصف حلم، وان شاء الله باذن الله البطوله دي بتاعتنا يا اسامه. بس هو مش حلم واحد ولا ليله واحده، ده 2553 ليله عدينهم ليله ليله، وتحديدا من 10 نوفمبر 2013 ده كان اخر مره رفعنا فيها كاس الاميره الافريقيه. ست سنين و11 شهر و27 يوم، مرينا بازمات كتير، باقي 9 ليالي ب10 ايام، وباذن الله يا رب نحقق الحلم ده. بس خدوا بالكم كجماهير النادي الاهلي عليكم دور مهم جدا، ككل دايما البطولات اللي بيحققها النادي الاهلي دوركم بيكون الابرز. التسع ايام او التسع ليالي بالعشر ايام ممكن نلاقي كل ليله حد يطلع يتكلم او يحاول يعرقل المسيره او يحاول ياخد الدفه بتاعتنا ويروح لسكه هو عاوزها. احنا مش هنروح لاي مكان، احنا عينينا كلنا ورا البطوله، عينينا كلنا ورا النهائي. قدرنا نحقق بطوله دوري المحلي بارقام قياسيه، يتبقى باذن الله النهائي الافريقي. لكن بما ان طلع امبارح احد لاعبي النادي الاهلي الكابتن رمضان صبحي واتكلم في ضيافه الاستاذ عمرو اديب، كان ممكن نقول ردود كتيره جدا، لكن الحقيقه انا اهم حاجه بشكر فيها الاستاذ عمرو اديب فعلا، شكرا، لانه منح الفرصه لرمضان صبحي ان يتكلم. وتكلم حتى اراك، شفنا امبارح رمضان صبحي، شفنا التوتر، شفنا محاوله ان هو يبعد دايما عن الحقيقه او السبب الحقيقي وهو اختيار المقابل المادي. كان ممكن القصه دي كلها تخلص في ثلاث كلمات: انا اخترت المقابل المادي الاعلى، كنا نقول له شابوه خلاص شكرا بالتوفيق ليك. لكن كل اللي حاول يعمله ده يا فارس بيجبرنا او بيخلينا نهادي الاستاذ عمرو اديب بباقه ورد احمر. بص يا اسامه انا عايز اقول لك حاجه، الجمهور قد يبدو في اعتقاده ان احنا هنخصص الحلقه رمضان او هنتكلم عن الرد، لكن احنا اتكلمنا بشكل مختلف خالص جمهور النادي الاهلي، لان هو كمان مختلف. انت شفت الايام اللي فاتت كلها الجمهور بيتكلم فكره واحده، مش عايزين فرحه مبالغه، احنا لسه ما عملناش حاجه، مش عايزين نتشتت، وهو ده كان الهدف. اللحظه اللي فريقي بيخرج فيها من كاس مصر وبعدين بيخسر المنافسه على المركز الثاني وبيلعب في الكونفدراليه وبيخسر نهائي الكونفدراليه، اللحظه دي يا اسامه لما انا اختار فيها اطلع اتكلم عن نفسي وعن اشياء كلنا فاهمينها، يبقى صدقني لازم تشك في التوقيت ولازم تشك كده في الهدف. الاقدار ما كانتش كده بالظبط. انت نفسيا لما تطلع تتكلم في ده خلاص انت بتحفر حفره، بس النادي الاهلي ما بيقعش في الحفره. هنرد ورد مختلف تماما، بس في الوقت اللي يستدعي الرد يا احمد، مش الوقت اللي بنجبر فيه ان احنا نرد، والفرق كبير جدا. احنا هنتكلم في حاجات اهم وتحضيرات اهم للبطولة والنهائي اللي كلكم نفسكم تفرحوا بيه، زي ما بتقولوا لنا وبتشاركونا في فكرة مفيش حاجة أهم من النهائي، ومفيش شخص خصوصا لو حجمه قليل أهم من النهائي. باختصار يا فارس، مش هنسمح لحد يرسم لنا الطريق اللي احنا هنمشي عليه. طبعا نروح نعدي بس حاجة بسيطة كده على مباراة الدور قبل النهائي. بيتس موسيماني بيتخلص خلاص من عقدته مع فريق الوداد، وده طبيعي جدا لما تكون مدير فني لفريق بحجم النادي الاهلي، فنقدر نساعدك انك تتخلص من عقدك عقبال ما تساعدنا وتبقى الثانيه يا موسيماني. انت سيحت للراجل كده طبعا، هو كسر نتائج المواجهات المباشره مع الوداد وبقى متفوق، وكمان للامانه هي الشراكه نفسها ناجحه، لان النادي الاهلي برضو كان متعادل في المواجهات مع الوداد في الفوز 4-4، برضو تفوقنا بفارق المباراتين. فشكرا لكتيبة النادي الأهلي اللي كان كل الناس منتظرة منها اللي حصل ده، وحجم التركيز يا أحمد اللي مختلفش تماما عن مباراة الذهاب هو اللي خلانا نثق إن الفريق المرة دي فعلا مش هيفرط في البطولة. بس كمان يا أحمد كان في لقطات محتاجين نقف عنها، لأنها لقطات مميزة بشكل النادي الأهلي. بالتأكيد. خلينا نتكلم في طبعا الهدف الأول، وهنا فكرة مروان محسن فارس كان في بعض الاوقات في انتقادات سلبيه ليه في كره وقف على انه تسلل او يسيبها اللاعب، المره دي مروان خلاص مش مروان وفيسكي، انا ده لو الحكم يعني صفر انا لا مكمل معاه، فطبعا مركز جدا. حسم الامور، وهدف حسين الشحات.
طبعا هدف من الاهداف اللي هتسجل في تاريخ حسين الشحات، وان شاء الله نكملها بالبطوله. وفكرنا طبعا بصوت الكابتن محمود بك عاوز يجيب هدف تاريخي، وجاب هدف تاريخي بتاع طبعا الكابتن وليد صلاح الدين، وايضا كان في فريق مغربي وفريق الرجاء. لكن كان في لقطه مهمه جدا من لاعب بقيمه الكابتن حسين الشحات بيلعب في النادي الاهلي. طبعا المتاح ليك تستخدم مهارتك في الملعب، لكن الكابتن حسين الشحات راح للمدافع بعد انتهاء الشوط الاول وحاول ان هو يطيب بخاطره بعد الكره دي. ممكن نعرض الصوره عشان برضو نبقى فاهمين اللقطات دي اللي ممكن تعدي بالظبط تعدي على المشاهد. لا هي موجوده، وده بيديك انطباع عن فكره بالظبط لاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي ولاعب في النادي الاهلي بدا بيفرح طبعا بالهدف اللي جابه، ولكن في النهايه بيواسي طبعا بالظبط المدافع. لقطه مهمه جدا واخلاقيه جدا. اشرف حاجه في الرياضه هي اللقطات اللي زي دي، اشرف حاجه في المنافسه الرياضيه هي اللقطات اللي زي دي. وعايز اقول حاجه بعيدا عن ان اللقطه فعلا عظيمه، لا، اللقطات دي اللي بتصنع شخصيه اللاعب بالزبط. اللقطه دي اللي بتخلي اللاعب يتحط في كاتيجوري مختلف وفي تصنيف لنفسه وفي شخصيته جوه الملعب كقائد. اللحظه دي انا شايف ومع الهدف لحظه فارقه حسين الشحات يقدر يبني عليها، زي ما كنا بنقول الماتش الاولاني ان قفشه عمل لحظه فارقه. وحسين كمان كان له انفراد الماتش اللي فات، فان انت تستوعب القصه كلها وتروح بالهدوء ده، انا بقول حسين حط كل الثلج اللي في المنطقه القطبيه الجنوبيه والشماليه على قلبه ورايح بالكره، لدرجه ان كابتن سيد عبد الحفيظ قال لو كان ضيعها كنا نقتله. بالمناسبه طبعا بنقول لكابتن سيد عبد الحفيظ كل سنه وهو طيب، عيد ميلاده النهارده يا فارس. طيب تجربه كابتن سيد عبد الحفيظ كان ممكن نتكلم فيها في حاجات تانية النهارده، بس مش هنقدر لان احنا قلنا الاهلي اهم، كل حاجه لها وقتها. بس فعلا كابتن سيد عبد الحفيظ يعي جيدا يعني ايه النادي الاهلي، طبعا امير توفيق والباقي، ودي اللي تخلينا حاسين ان احنا مطمنين ومش محتاجين نرد دلوقتي. بس في لقطه تانيه مهمه احمد، لقطه التحكيم، لقطه الحكم فيكتور جوميز، اللي هو بالنسبه لي انا شخصيا حكم يكاد يكون بعيد بمسافه كبيره قوي عن اقرب المنافسين ليه داخل القاره. القوه البدنيه دايما فت، قريب من اي لعبه يا اسامه، قريب من اي لعبه، وكل ده اللي بيخليك ذهنيا حاضر في المباراه. فعشان كده لما شفنا قراره المهم جدا، لو عرضنا الصوره واللقطه اللي مع المساعد اللي مش اي حكم ممكن يكون بالوعي ده في القرار. طبعا انت بتتكلم ان الحكم بتاع الساحه يحق ليه الغاء قرار الحكم المساعد بالظبط. هنا هو حكم الرايه رفع التسلل في كره مروان، ولكن ازاي فيكتور جوميز ما شافش الحكم رفع الرايه فوقع في نفس الخطا انه ما يستناش الفار فيصفر واللعبه شغاله، يبقى ضيع على النادي الاهلي هدف. دي لقطات يا احمد شديده الخصوصيه، لان مش اي حكم يعرف يعمل ده. شفنا نوعيه تانية من التحكيم، وشفنا فيكتور جوميز اللي في رايي هو ابعد عن نهائي البطوله، او في رايك اللي او في رايي انا بقى ان حرمنا منه في وجوده. انا في عارف النهائي. ان انت برضو دي وجهه نظرك، لان طبعا لقطه مهمه جدا، واعتقد طبعا الكره بالمليمتر يعني، لكن هدف صحيح. والاهم في الموضوع برضو عشان نكون واضحين، لا مروان وقف على الكره على الرايه ولا حارس مرمى الوداد وقف على الرايه، وده طبعا عشان ما كانش فيه صفاره، والحمد لله اتحسب الهدف وفتح طبعا المجال للفوز بنتيجه 3-1 عشان يكون مجموع اللقاءين 5-1. والاهم كمان جربنا او ريحنا بعض اللاعبين الاساسيين زي الشناوي وعدد كبير، ونزلنا 5 تغييرات. كان واضح جدا ان انت بتهيئ لعيبتك للمباراه النهائيه. ندخل في حلقتنا النهارده، وطبعا فقرتنا الاولى هتكون فقره بعين ثانيه. طبعا بما اننا في اجواء البطوله الافريقيه، وبما اننا كلنا شايفين ان في بعض القرارات اللي بتؤخذ بشكل مش سليم، في بعض القرارات الانضباطيه اللي مش واضحه، في تضارب في بعض التعامل مع نفس الحاله او حالات شبيهه، فبالتالي حابين نفكركم ان النادي الاهلي لما طلعنا في وقت من الاوقات، او القناه هنا طلعت في وقت من الاوقات اتكلمت عن فكره النهائي امام الترجي، كان في وقائع حصلت ما كانش ينفع انها تحصل، وقلنا ان وقتها الاتحاد المصري ما قدرش يلعب الدور المنوط بيه بشكل كافي. مش ما قدرش، ده تقاعس بالظبط. لا مش ما قدرش، خليها ما قدرش بس يعني. تمام ماشي، انت طيب النهارده ليه كده؟ طيب
عشان النهائي بس ربنا يكرم. ما قدرش يقوم بالدور المنوط بيه بشكل قوي مع النادي الاهلي زي ما قام بيه مع فرق اخرى مصريه، ولكن في النهايه الناس بقى قالت لا ممكن تكون انتم مزودين الموضوع شويه او ما فيش الكلام ده، لكن ازمه بتحدث في تونس على مقعد في الكاف بين طارق البشماوي احد المسؤولين في الفيفا والمسؤولين في الكاف، واللي يعني سنوات طويله جدا في الكاف ومسانده لفريق الترجي، ورئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء. فطلع تصريحه فارس من وديع الجريء اعتقد هو كان جريء. بص، هي الناس بالنسبه لها انت بتتكلم في انتخابات الكاف وطرفين تونسيين، ايه علاقتنا احنا بالموضوع ده اللي هنفهمه، لان عندنا علاقه غريبه جدا تخلينا زي ما احمد قال لكم لما نرجع فلاش باك بالموضوع كله نعرف ان النادي الاهلي فعلا احد اكتر الفرق اللي بطولاتها بتكون بمجهودها فقط، بعكس بعض البطولات اللي بيكون فيها مساندات واضحه. احمد قال الاتحاد المصري ما بيتدخلش، انا قلت بيتقاعس، انا قلت ما بيقدر يعني ما قدرش. انت شايف المره دي الموضوع ايه؟ نهدي الدنيا والسماحه على وجهك كده بسبب النهايه، وان شاء الله الحمد لله فربنا يسترها ان شاء الله باذن الله. اول فيديو هيفهم الناس. نروح لتصريحات وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكره القدم ونرجع نعقب. ماشي الاهلي المصري شكون اللي ديفوندي الاسبيرانس، وشكون اللي بعث المراسلات باش ازارو يتعاقب، وشكون عاقب الاسبيرانس؟ لجنة المسابقات لرئيسها سي طارق بشماوي. عاقب الاسبيرانس؟ اي بيان سور. يزي مسكتنا. شكون خل انتردير لاكسي او جرادان سوبيريور انفيريور فيراج في ماتش الاهلي وعاقب الترجي؟ هي لا كوميسيون دي كومبيتيسيون اللي ترأسها سي طارق بشماوي. شكون عمل ان رياكسيون فيولونت؟ سي لا فيدراسيون تونيزيان دو فوتبول. شكون بعث ليكوري هام كيل بطاطا باش تعاقب ازارو باش وحده يرجع في القرار؟ هي الجامعه التونسيه لكره القدم. طبعا اللهجه التونسيه الجميله، لكن طبعا محتاجين نوضح اللي اتقال في الفيديو تحديدا. هو بيتكلم عن ان طارق البشماوي كان احد الاسباب، او لما حصلت عقوبه على فريق الترجي بمدرج الفيراج وقفل مدرج اللي خلف الجول قبل النهائي، فهو بيتكلم ان هو قام بدور مختلف وهو اللي تسبب في ايقاف وليد ازارو. ده كلام رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، ان هو سافر لمصر وتدخل وقدم شكوى في وليد ازارو، وتوقف وليد ازارو بطريقة فيها ذكاء وطريقة فيها ان انت ما تقدرش تعمل استئناف كنادي اهلي، لان انت لو عملت الاستئناف كنت تقدر تشارك بوليد ازارو في مباراة الاياب، لكن طلع القرار ايقاف مباراتين، وممكن نعرض طبعا صورة القرار على الشاشة، ايقاف مباراتين وكمان 20,000 جنيه غرامة على النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين. رقم واحد إيقاف اللاعب رقم 9 وليد أزارو لمباراتين، وتحديدا المباراة رقم 148 دي الترجي وأول مباراة ليه في بطولات الكاف. رقم 2 $20,000 أمريكي على نادي طبقا للمادة 12.1 بي. المادة دي بتتكلم عن فكرة أن يقدر رئيس لجنة الانضباط منفردا يوقع العقوبة، وما تقدرش كنادي وقع عليك العقوبة دي انك تستأنف عليها. الأهم من كده كمان، ده كان حاجة جريئة وأول مرة نشوفها، اللي هي فكرة ان المدير الفني للنادي الأهلي يتحول للجنة الاستماع عشان سلوك غير رياضي، وده طبعا بتتكلم في مساحة فارس أسبوع. المباراة الذهاب 2-9 تم تقديم البلاغ 3-9، الإيقاف طلع 5-9 في وقعة يعني مثيرة جدا سريعة جدا دون اجتماع لجنة الانضباط، لان طبعا اعتمدوا على المادة رقم 12 عشان تمنع النادي الاهلي من المهاجم الصريح اللي كان عامل قلق كبير في مباراة الذهاب ومتسبب في ركلتين جزاء، وهم كانوا عارفين مدى قوته، وهم بيتباهوا دلوقتي ان احنا السبب في ايقاف وليد ازارو. هو ده بالظبط يا احمد، لان احنا وقتها جبنا نفس الفقرة دي واتكلمنا في قرارات الكاف كانت عاملة ازاي، وزي ما انت قلت احمد في التفاصيل اللي بيسردها يا جماعة في بين السطور يعني ايه عقوبه محكمه. زي ما احمد وضح، انت مش مدي منفذ للاهلي يستأنف، عشان لو استأنف اللاعب هيلعب. فطبعا كمان خرج من رئيس الكاف تصريح بيعكس الناس دي كانت بتفكر ازاي في اللحظه دي، وازاي عقوبه ازارو كانت ممنهجه لحرمان النادي الاهلي من المهاجم الاساسي وقتها. نشوف تصريحات احمد اللي لازم نفكر في كل كلمه فيها. احمد قال بالنظر للاحداث الاخيره، ده كان تمهيد للعقوبه، العنف في الملاعب، رفض الحكام استخدام الفار، رئيس الاتحاد
بيصف الحكم انه رفض استخدام الفار. لاعب مزق قميصه امام مدربه المتواطئ، انا في حياتي لم ارى اي اتحاد يا احمد قاري وصف مدرب ورئيس الاتحاد بيقول رايه بانه متواطئ قبل التحقيق معاه. الواقعه دي كانت قبل التحقيق معاه، يعني رئيس الكاف اصدر حكم مظلم. لا، في نقطه مهمه كمان يا فارس، هي اللقطه دي اصلا ما كانش ليها اي تدخل في قرار حكم الساحه او حكم البار، لان ده الموضوع كان جانبي وشفناه اتمرر ازاي وعلاقه المدرب وقتها، لان المدرب ما كانش فيه اي حاجه بتثبت. وقال بعد كده بالرغم من ايقاف 26 حكما وتحقيقات جاريه يعتقد الرئيس ان ما زال بعيدا عن اهداف تطهير الكاف. طبعا لما جينا نقول الموضوع، تصريح زي ده لا يجب ان يترك للتاريخ، انما بالعكس احنا لازم نوضح مين اللي استفاد. والخناقه دي بقى ظهر فيها اطراف بتدعم ايضا بوشماوي بشكل مختلف تماما. الموضوع دخل مزايده الترجي، انا خدمتك انت ازاي ما تردليش الخدمه وتدعم مرشح اخر. وممكن يا اسامه نقول بيان الترجي المرشح الاخر طول عمره بيخدمني، يعني فاهمني يعني ده طبعا احنا بيان الترجي نزل طبعا دعم لطارق بشماوي، وان هو اللي دايما بيقف ورا النادي الترجي وسنوات طويله. وطبعا طارق بشماوي معروف جدا في الكاف وله ثقل وسنوات طويله جدا، وشفنا مواقف كتير زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. بيان الترجي طبعا مش هنقف عند نقط كتير، لكن هو ده المعنى من البيان يا فارس، ونقطه مثيره ونقطه بتطرح تساؤلات. والبعض في الفتره الاخيره بيتكلم عن فكره ان في تخبط داخل الكاف وفي مجاملات، واحنا هنا دورنا ان احنا ملناش علاقه بالانديه الاخرى، لكن احنا هنا بنوضح نقطه مهمه جدا. اللي شايف ان النادي الاهلي استفاد باي قرار او اي موقف في الفترة الأخيرة دي يقول لنا. احنا شفنا تضارب مواقف كتير، وقلنا ان الكاف لما كان بياخد قرارات باستبعاد فرق زي فريق وفاق الصيف مثلا في 2016 اللي كان في مجموعة صن داونز والزمالك وانيامبا وخرج استبعد نهائي ما رجعش تاني، حصل نفس الموقف زي ده في مباراة أخرى للنادي الإسماعيلي. وبنشكر ان الاتحاد المصري وقتها وقف جنب النادي الإسماعيلي وقعد تاني للبطولة، بس الحقيقة ان كمان الاتحاد التونسي وقف جنب النادي الإسماعيلي لان كان من مصلحة فريق الأفريقيا فارس ان نادي الإسماعيلي يرجع عشان كانت خصم الأفريقيا 6 نقاط. فده تخبط ما حصلش قبل كده. موازنات يا أسامة، توازنات. نتمنى. وهل تعتقد ان هيجي يوم النادي الأهلي يشكر فيه رئيس الاتحاد المصري لدوره في مساندة النادي الأهلي في أي أزمة؟ نتمنى يجي اليوم ده. خلينا متفائلين ونتمنى إن شاء الله، لأن في النهاية الاتحاد المصري لازم يقوم بدوره بدعم الأندية كلها. وطبعا شفناه في دعم، قلنا شكرنا بنشكر الاتحاد المصري إنه دعم موقف الإسماعيلي، شكرنا الاتحاد المصري إنه دعم موقف الزمالك في نهاية الكونفدرالية. كلمة الأهلي مش بتظهر خالص. ما نفسي بقى إن شاء الله هتشكر إن شاء الله الاتحاد المصري إن شاء الله بإذن الله لما النادي الأهلي يحقق بطولته هنشوف الجميع في المشهد. واحنا بنشكر الجميع دايما لان احنا ما بنحبش حد يساندنا في حاجه مش من حقنا زي انديه اخرى. بس كمان النادي الاهلي يا اسامه كان ليه حق في حاجه تانية خالص، وتساؤل ممكن يجي عند المشاهد البسيط. يعني النادي الاهلي بيطرح وبيروج دايما لانه في تاجيل مباراه الوداد والرجاء، تاجيل مباراه نصف النهائي نتيجه جائحه كورونا اللي كانت في المغرب، النادي الاهلي وافق. بس النادي الاهلي في مباراه المصري ما كانش موافق على التاجيل. هنشرح ونوضح المغالطه دي بس بعد ما نشوف الاول الفيديو بتاع كابتن خالد الغندو. حصل اجتماع بالفيديو كونفرنس ده ولا معرفش ايه ما بين الخطيب مرتضى، انا بحفظ الالقاب يعني، كابتن محمود الخطيب مستشار مرتضى رئيس نادي بيراميدز الاستاذ سالم الشمسي ورئيس نادي الوداد ورئيس نادي الرجاء الخمسه. طبعا المغرب مش عايزه تلعب ومصر عايزين يلعبوا. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال لك لا، كورونا منتشره واحنا بنلعب في الدوري وبتاع نلعب تمام. والكابتن محمود الخطيب المنافس بتاعه عنده 15 لاعب مصاب، مصلحة النادي الاهلي انه يلعب تمام. انا مالي مصلحة النادي الاهلي انه يلعب. كابتن محمود الخطيب دخل على الاجتماع وقال لهم انا موافق مع فرقة المغرب، انا موافق، ده شيء إنساني وأنا موافق على التأجيل. أعتقد بعد نتيجة مباراة الذهاب والإياب أمام الوداد عرفنا كويس قوي
هل حد محتاج يكلم كابتن محمود الخطيب عن مصلحة النادي الأهلي؟ أكيد شفنا مصلحة النادي الأهلي كانت في إيه. ده رقم واحد. رقم اتنين واللي مهم جدا، لو هنتكلم عن التناقض، فريق كان رافض عودة النشاط الرياضي إلى أن يتم اختراع مصل، الفريق الوحيد في العالم اللي قال أنا عايز مصل عشان أرجع ألعب، وتصريحات موثقة. هو نفس الفريق اللي رفض أن بطولة إفريقيا نصف النهائي يتأجل عشان الكورونا. هتيجي تقول طب ما أنت كأهلي كنت عايز النشاط يستأنف بس وافقت على التأجيل. أيوة زي ما أنت سمعت، النشاط يستأنف، دي كانت فكرة النادي الأهلي، عدم إلغاء البطولة. واللي حصل في إفريقيا ما كانش ليه أي علاقة بإلغاء البطولة، كان ليه علاقة بتأجيل مباريات. عشان هنا لو في تناقض مش هيبقى أبدا يا أحمد في موقف النادي الأهلي، إنما هيكون في موقف تاني. بص، هو موقف النادي الأهلي وقتها بعض الانتقادات خرجت إن إزاي النادي الأهلي يأجل وهو المستفيد، حتى انتقادات من مسؤولين في نادي الزمالك كانوا بيتكلموا إن النادي الأهلي وهو مستفيد من وجود الوداد أو حالات الكورونا عند الوداد إزاي بيطلب تأجيل، لأن النادي الأهلي هو بالفعل بقى مش هنا مفيش ادعاء، زي ما حضراتكم شايفين المشرف العام على قطاع الكورة في نادي الزمالك فوجئنا بموافقة الأهلي على تأجيل دوري الأبطال ومن مصلحته مواجهة الوداد الآن. طبعاً بيخافوا على مصلحتنا قوي. لا هو بيتكلم في مصلحة إن الفريق مصاب وفريق الوداد مصاب، ولو النادي الأهلي وقتها لو لعب هيتقال النادي الاهلي شفته بيلعب وبيستغل الفرص، طب لو ما لعبش يبقى النادي الاهلي مش عارف مصلحته ومجلس اداره النادي الاهلي مش عارف مصلحه النادي، وكل ده طبعا انت على اي حال هيتم الانتقاد والموقف اللي هتاخده هياخده الموقف المضاد، لكن في النهايه النادي الاهلي بالفعل نادي الروح الرياضيه دون ادعاء دون ادعاء انا خدت قرار بالتاجيل خلاص ما بروحش بقى اصل اديني شرط، لا اصل اجل لي ده، لا اعمل لي ده، خلاص قرار بالتاجيل خلاص خدوا القرار بالتأجيل، ده موقف النادي الأهلي. ومع ذلك ومن وجهة نظر الشخصية أعتقد يعني إن الكاف لو كان هياخد قرار التأجيل كان هياخده، حتى لو النادي الأهلي كان رفض، حتى لو نادي الزمالك كان رفض، بدليل إن في أندية رفضت وطبعا أندية في الكونفدرالية رفضت ومع ذلك قرار التأجيل تم. ولكن في النهاية أنت هنا كنادي أهلي وضحت موقفك ولعبت في ظروف مناسبة للطرفين وعدالة مناسبة للطرفين وقدرت تفوز ذهابا ايابا، هو ده النادي الاهلي اللي مواقفه واضحه دون ادعاء. لكن تبدا تقارن تقول ازاي النادي الاهلي بيوافق على التاجيل مباراه الوداد وما بيوافقش على التاجيل لمباراه المصري البورسعيدي، هنا بقى بنجيب رجل القش. ايه رجل القش؟ تخترع حاجه في ذهنك وتبدا تعيش عليها ان النادي الاهلي رفض تاجيل مباراته مع المصري، برغم ان الامر لا يخص النادي الاهلي لا من قريب ولا من بعيد. أزمة النادي المصري كانت مع اتحاد الكرة، وأعتقد وقتها كان في بعض الآراء المتضاربة حتى داخل المسؤولين داخل النادي المصري، صحيح. كابتن طارق العشري والكابتن عبد الظاهر السقا، وأنا ما عنديش بيانات بالحالات، لأ ده أنا عندي، لأ ما بعتها ليش، وفي النهاية حصل أزمة كلها واضحة، مش بصدد الكلام فيها. لكن القصة باختصار إن النادي المصري لما كان عنده حالات إصابة اتأجل له مباريات، وصدر بيانات طبعا من اتحاد الكرة اتأجل له مباراة حرس الحدود، ثم لعب مباريات أخرى لأن كان في خطأ في فكرة إن أنت تاخد بقى العينات، فالنادي المصري أعلن إن هم 11، اتحاد الكرة قال 5، كل ده الكلام دار في اتحاد الكرة، واحنا مش كلامنا مش موضوعنا، مفيش عرض اتعرض على النادي الاهلي انت قابل تلعب مباراة المصري ولا لا، عشان ما تخترعوش اكذوبة رجل القش لان مش موجودة. لكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل هيقوله طبعا معانا الكابتن وليد العطار او الاستاذ وليد العطار، تصريح مهم جدا يوضح الواقع اللي حصلت بين النادي المصري والاتحاد المصري لكرة القدم. نسمع التصريح عشان نوضح الامور. اللعيبه ما انتظرتش او الاداريين ما انتظروش لحد ما الناس تاخد حاجتها وترجع تراجعها كويس مع دكاترتهم ونبعت لهم التقرير مظبوط. اللي قال 11 لعيب ايجابي و8 لعيبه ايجابيين، يعني هم انا اسف، هم ناس من النادي المصري من الفريق. طبعا وارد ان هم غلطوا لان التقرير طلع ان كل اللي عملوا الرابيد تيست كان سلبي. ال20 كان كلهم سلبي. النتائج وصلت لكابتن طارق واحنا بنتكلم في التليفون، يعني اللي انا قلته صح. وصلت ان النتائج كانت موجوده في النادي المصري. صح، مش انا اللي باعتها. الخمسه اللي هم منهم الحارس، دي مداخله شهيره جدا وموجوده وتقدروا تسمعوها بالكامل، صراع بين الكابتن طارق العشري المدير الفني وقتها للنادي المصري البورسعيدي
والاستاذ وليد العطار وقال انا ما وصلنيش حاجه. الاستاذ وليد العطار على الهوا قال له البيانات وصلت للمدير الفني ووصلت للكابتن عبد الظاهر السقم بدري والحالات هم خمسه فقط لا غير، وبالتالي يحق للنادي المصري يلعب المباراه. دور النادي الاهلي فين؟ مش موجود، ملوش دخل بالقصه. هل كمان يا احمد في الوداد الكاف عمل ايه؟ اجتمع مع الاربع انديه الاهلي الزمالك الرجاء الوداد وطرح الموضوع للمناقشه. ده ما حصلش في سيناريو الاهلي والمصري خالص. ليه؟ لان الاهلي شاف الاتي، نعرض الجدول. الاسماعيلي كانت مباراته مع المصري يوم 14/8، بالتالي حبينا نشوف الموقف، هل الاسماعيلي تضامن؟ لا، الاسماعيلي راح الملعب وانتظر النادي المصري، والمصري كان بيقول قبلها انا مش هروح وما راحش، والمباراه اتحسبت انسحاب. ومع ذلك المباراه اللي بعدها في 22/8 المقصه امام المصري، هل برضو المقصه خد قرار فردي بعكس النادي الاهلي وقال انا مش هلعب؟ برضو لا، المقصه والمصري اقيمت يوم 22/8، برضو نادي مصر في يوم 26/8 قبل مباراه النادي الاهلي تقريبا بيومين، فرق يومين بس، لعب نادي مصر مع النادي المصري 3 ايام. يجي بقى يوم 29/8 كان مباراه الاهلي والمصري 3 ايام. كان مباراه الاهلي والمصري، الاهلي لعب في السياق الطبيعي وفقا لاتحاد الكره اللي طلع بيان وطلع قرارات على النادي المصري واعتبره منسحب في مباراه الاسماعيلي، يعني حتى ما كانش في مجال للنادي الاهلي ان هو يحاول يتصرف تصرف فردي، لان لما المصري نفسه المعني بالامر ما راحش مباراه الاسماعيلي طبق عليه قرار الانسحاب، وانت عندي 3 مباريات اتلعبت قبلي، فاي سياق هيخلي النادي الاهلي يجي كموقف فردي ما حدش طلب فيه رايه يطلع يقول انا مش لاعب المباراه دي عشان لاعب النادي المصري مصابين؟ اي عقل يقول كده؟ اي انسان عاقل يشوف تناقض في ده؟ طبعا الموضوع ما كانش فيه اي تناقض. وكمان النقطه المهمه ان الاتحاد المصري لم يدعو اي احد للمناقشه، فالنادي الاهلي خد موقف مغاير. رجل القش بس عشان ناكد على الموضوع، مباراه الاسماعيلي مباراه الاسماعيلي والمصري احنا مش بصدد دراستها ولا القرارات اللي طلعت من اتحاد الكره وصار متراجع فيها، لان ده موضوع يخص ناديين، واعتقد كانت في ازمه في فكره الـ كورونا، لا 11 لا 9، ده مش موضوع ما يخصش النادي الاهلي، عشان بس احنا بنتكلم عن موقف الاهلي والمصري يا فارس. اعتقد بنكون قفلنا النقطه دي. موقف الاهلي والمصري والوداد والنادي الاهلي ابدا لم يكن متناقض، التناقض فقط في عقول تفسيرات البعض وفقا لرؤيتهم المحدوده جدا. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام كتير في فقره فاروم. رجعنا لكم وفقره فاروم. اعتقد يا احمد هنروح لحاجات تخص اللي احنا اتكلمنا فيه من البدايه، مباريات نصف النهائي الافريقي وبعض الاراء اللي ما ينفعش تعدي كده لان مدلولها اكبر من فكره المباراه نفسها وهنحتاجها في اللي جاي. كابتن خالد الغندور كان بيقيم الحكم، بس بيقيم الحكام على اي اساس؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه، عشان عندنا مخاوف فيما بعد وحاجات كمان تبين لنا راي كل واحد بيكون ليه وعايز من الراي ده ايه. نشوف راي كابتن خالد الغندور في لعبه هامه جدا، وهي الكره بتاعت احمد عيد في مباراه الزمالك والرجاء اللي هي مفترض ان هي ضربه جزاء. كابتن خالد الغندور شاف اللي بيقول ان هي ضربه جزاء ايه؟ نروح ونشوف. سفيان رحيمي بيشد ايد احمد عيد لتحت، وجبت الصوره وناس ركزت على الايد وهي ممسوكه وبيشدوا وبيسحبوا لتحت، وقع احمد عيد ووقع سفيان رحيمي، وفي الاخر الحكم نيانتي ما حسبهاش. ابتدى استوديوهات البي ان سبورتس وناس طبعا هنا اللي بتحب نادي تاني او ضد نادي تاني او كلام من هذا القبيل تقول ان الهدف ان الكره ضربه جزاء 100%. انا اسف، اللي يقول ان كره احمد عيد وسفيان رحيمي دي ضربه جزاء، دول ناس ما بتفهمش في الكوره. قولا واحدا والله، ما بتفهمش في الكوره، او فاهمين وشايفين بس شايفين ان لو هم قالوا كده هيبقى يعني لا لازم نطلع ان الحكم غلط وان الزمالك كان عليه ضربه جزاء، هيبقى في غرض، في غرض. لكن انت لو لعيب كوره وبتعرف تتكلم كوره وبتشوف الموضوع بقى والكوره مين شادد ومين عامل وبتاع، هتبان لك الصوره واضحه لان الصوره ما بتكذبش.
والله العظيم انا بتشائم من فكره قولا واحدا دي، لان هو ما كانش قولا واحدا، وما كانش اللي بيقول ان هي ركله جزاء ما بيفهمش كوره، مش احنا اللي هنرد يعني. بص انا دايما بختلف على فكره ان اي حد يختلف في الراي يطلع يقول لك اصل انا بكلم اللي بيفهموا كوره، اصل اللي ما بيفهموش كوره بيقولوا كذا. يعني ده اصلا يعني باسلوب مش ظريف في التعامل. انت ممكن تقول له راي مختلف، لكن انت بس ما يعني يا كابتن خالد ما قلتش ان هو ما بيفهمش كوره، ده انت قلت يا اما له غرض. طب هو الكابتن ميدو الزملكاوي اللي اعلن ان هو من اسبوع فات كل الدعم لنادي الزمالك من خلال برنامج محايد في قناه محايده، كمان لا بيفهم كوره ولا في غرض؟ نسمع الخبير التحكيمي جلاجر مع الكابتن احمد حسام ميدو ونرجع نعقب. وانا بيسعدني ان انا اكون معايا ديرموت جالاجر، واحد من اهم حكام الحكام في تاريخ البريمير ليج. يعني طبعا انا سالته على الكره الاول بتاعت احمد عيد، الكره اللي كان عليها جدال كبير جدا اللي احنا شايفينها قدامنا، وانا والله ما اعرفش هو كان هيقول ايه يعني، بس الراجل بيقول ان هي بينالتي على احمد عيد لصالح الرجاء، لصالح الرجاء. اكيد جالاجر ما عندوش اغراض، واكيد ان هو راجل خبير تحكيمي بيفهم مش في الكوره بقى، وانت مش بتكلم في خطط، لا بيفهم في قوانين كره القدم كحكم. وبما ان الكوره فيها بعض اختلاف وجهات النظر، يبقى نهدي شويه نغمه الانتقاد للمختلف معاك في وجهه النظر. يبقى مش قولا واحدا اهي، يبقى مش قولا واحدا بالدليل. بص هو فيش حاجه بيقولها كابتن خالد غندور لها علاقه بقولا واحدا اصلا، عشان هو نفسه ما بيقولش قولا واحدا. تعالوا بقى نشوف سيكازوي لما كان في مباراته مع النادي الأهلي وكان في شك في ركلة جزاء الوداد اللي اتحسبت على محمد الشناوي، كان رأيه في الحكم إيه؟ وهل كان قولا واحدا ولا ما كانش كان قولا واحدا؟ نطلع ونشوف الفيديو. حكم اللقاء النهاردة يعني يمكن أنا شايف بعض أصدقائي الأهلوية كاتبين يعني حكم وحش وبتاع، يعني مع احترامي يعني حكم كويس جدا. أنا شايف أنه هو احتسب كور سليمة، معظمها الإنذارات سليمة، ضربة الجزاء حتى اللي احتسبت في بداية أو في نهاية الشوط الأول لفريق الوداد من وجهة نظري ضربة جزاء، لأن إما محمد الشناوي جه يعني يتفادى الكرة اتزحلق، يعني هو عمل رجل كده كده وراح متزحلق كده، راح متزحلق كده، الزحلقة دي هي دي اللي خلت بجسمه يخش في اللاعب، واللاعب كان ذكي انه خد ضربه جزاء وكره من وجهه نظر ضربه جزاء. ايضا الحكم كان كويس جدا من وجهه نظري، بل بالعكس في بعض الاخطاء قد تستحق للفريق الوداد احتسابها عكسيه، يعني مفيش حاجه ممكن نقولها في هذا اللقاء يعني الحكم تسبب في اي شيء. شفتوا التدرج في المنطق؟ الحكم اللي بيقول عليه حسب لعبه على الزمالك كان مفترض تتحسب ما بيفهمش كوره، والحكم اللي حسب لعب على النادي الاهلي فيها شك كبير، لا ده حكم مثالي. انا حسيت ان هو بيتكلم على كولينا، رجعنا لزمن الحكام اللي ما بنشوفهم افضل. لا حاجه صعبه جدا صحيح هو شايف كده، وهو شايف ان الحكم ده مميز. تمام هنمشي مع القولا الواحدا اللي قاله، بس اعتقد انت عندك قولا تاني خالص. هو مش انا اللي عندي قولا تاني، هو الحقيقه الكابتن خالد غندور كان كمان بيلوم على ان النادي الاهلي او جماهير بعض جماهير الاهلي بتشكك في سكازوي، فهو طالع بيتكلم عنه باشاده، لكن هو بنفس السكازوي لكن راي مختلف للكابتن خالد غندور. نروح بقى لماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز يعني انا اسف وانا بقول قولا واحدا، انا بشوف هل الحكم هيبقى له غرض او تقنيه الفار، وتقنيه الفار في ماتش بيراميدز هي القصه مش الحكم. اللاعب بعد ما وقع هما الاثنين واتحسب فاول على محمد فاروق بنجي، عرب الناجي برد فعل راح برجلين الاثنين راح تك في جنب محمد فاروق، خلاص قولا واحدا كره طرد فش حاجه. فتقنيه الفار، الحكم الزامبي اللي كان قاعد على تقنيه الفار اللي كان موقوف قبل كده 5 شهور واللي كان النادي الاهلي معترض عليه واللي حسب ضرب الجزاء مشكوك فيها ضد النادي الاهلي في ماتش الوداد ضد محمد الشناوي، هو اللي قاعد على تقنيه الفار. فالطبيعي والمنطقي ايوه يا نيانت في طرد 3000%، تعال شوف الكوره اتفرج عليها وشوفها. تمام قعد ماسك نيانت البتاع كانهم بيستعبطوا علينا، يعني بيستعبطوا علينا وبيستعبطوا على المشاهدين وبتاع. وبعد كده المخرج عادها مره وراح قاطعها
وما عادهاش تاني. وبالتالي كان الموضوع ده تقريبا اول 12 13 دقيقه، بعد 11 دقيقه كان هيتم طرد العربي الناجي ويلعب نادي نهضه بركان ناقص واحد طول المباراه. اذا قولا واحدا، شكرا بيراميدز، انت بطل الكونفدراليه لو اتخذ القرار العادل السليم اللي يرضي ضمير الحكم وضمير بتوع تقنيه الفار. لكن قولا واحدا ما حدث من حكم الفار الزامبي يدل ان هو حكم ما عندوش ضمير. مسابقه حلقه النهارده، اذكر كم مره قال الكابتن خالد الغندور قولا واحدا سيكازوي او سيكازوي، الحكم اللي كان كويس جدا في مباراه الاهلي والوداد تحول لحكم ما عندوش ضمير. انت متخيل؟ انت هنا بقيت تقيم فكره الحكم بقى كشخص مش كاخطاء. والاهم من كل ده الكابتن خالد غندور بيطلع بعض المصطلحات اللي هي ممكن تؤخذ. يعني لما اقول بما ان ما حصلش طرد في الدقيقه 8 يبقى شكرا يا بيراميدز انت بطل الكونفدراليه. ده قدام مين؟ نهضه بركان. نهضه بركان ده مين؟ اللي كان بيلعب نهائي الكونفدراليه اللي فاتت. يعني يا كابتن خالد لو جبنا لك لاعب كان يستحق الطرد في وجود الفار ما اتطردش في مباراه نهضه بركان ونادي الزمالك الموسم اللي فات، نقول له شكرا انت بطل الكونفدراليه. لقطه جنش واضحه وصريحه اللي كان المفروض يتطرد في المباراه دي مرتين، في الدقيقه 40 دي اللقطه او الدقيقه 41. طبعا جنش في وجود الفار، لكن طبعا كان في وجود الاثيوبي بملاك سامية اللي انا بتمنى من ربنا ان هو ما يجيش خالص. عندك خالص مشكلة معاه. ما يجي صعب. انا حاسس ان هم محوشين. انا اقدر يعني اتقبل اي حكم حتى لو هو بيحجم مباراه، لكن الا ده، لان هنا الفار واضح جدا ده كان المفروض يكون طرد يا كابتن خالد، والنتيجه 0-0 لجنش. مين جنش؟ جنش اللي لعب ركلات الترجيح اللي فاز نادي الزمالك بالبطوله من خلال ركلات الترجيح، يعني كان دور مؤثر في الفوز بالبطوله. ده الاهم ان جنش في ركلات الترجيح كان هيطرد تاني لولا الحكم اللي انا خايف منه واللي بدا ربنا ان هو ما يجيش. انا ده قولا واحدا بقى كابتن خالد، غير التلاتة أربعة قولا واحدا اللي في الفيديو فارس اللي احنا استعرضناه. انت شفت احمد التناقض في شهادته في سيكازوي والتناقض اللي بعدها على حسب الاهواء. يعني انا اصلا لو سيكازوي حد بيتهمه بحاجه وقالوا له روح هات شهاده 2 شهود ان انت حكم ممتاز، اول واحد يا كابتن خالد هيكلمك انت، لان انت رايك ده لو هيحكم مباراه الاهلي بالظبط. لا يبقى كده مش هيكلمه. احنا هنا وضحنا ازاي الامور بتقيم، لان لازم الجمهور وهو بيتفرج يبقى عارف الاراء. مش قصه على فكره كابتن خالد الغندور قال ايه خالص والله، انما القصه ليه بيتقال امتى في اوقات مهمه جدا من البطوله، لان الكلام احيانا بيقال انه قولا واحدا ولكن بيكون الحاجه الوحيده فيه انه هو كلام مش حقيقي بالمره. نطلع لفاصل ونرجع مع جهاز كشف الصدق. نطلع لفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا دي الفقرة الأخيرة اللي طبعا هي ريمونتادا المحببة لقلبنا وقلوبكم، لكن الحقيقة بعض الناس بنجيبهم هنا لما يكون في كلام ممكن يكون مضر بفريق أو بمعنويات فريق النادي الأهلي، وهنا بنتناول ما يناسب النادي الأهلي وما يناسب قيمة النادي الأهلي يا فارس، وليس صحيح. قيمة الأشخاص مهما اختلفنا على قيمة الأشخاص، وبنحترم كل الأشخاص اللي بنتناولهم هنا. احنا بنحترم اللي بيحترم النادي الأهلي. وأسامة برضو بأكد معاك وعايز أقول حاجة، إن لا الخروف ولا الرهانات ولا الكلام ده احنا ممكن نتكلم فيه، لأن أنا بعتبر إن ده برنامج كوميدي، يعني ده جزء من برنامج كوميدي، فده مش مجال لتعليقنا أساسا ولا ذكره جوه قناة النادي الأهلي. ولكن في كلام بيكون فيه بعض الآراء اللي تفيدنا جدا فنيا وتبين هل فعلا الراي ده راي حد بيفهم كوره ولا لا. نشوف كابتن شوقي السعيد قال ايه ونرجع نعقب. على فكره النادي الاهلي مش كويس برضه يا كابتن، وكابتن رضا يقول لك النادي الاهلي مش مثلا اللي هو الواو يعني. لا بص، انتوا عايزين بص الاعلام الفتره الجايه هيبين الاهلي اللي هو بعبع، ولا لا الاهلي عادي جدا. أيوة. فرقه عاديه جدا. طيب. وفرقه زي اي فرقه. أيوة. فرقه مع احترامي ليك كانت نازله النهارده اللعيبه كانت ركابها بتخبط في بعض.
كان لولا بس ان الحكم حسب لهم جون بدري. لا لا كابتن رضا يرد يعني عليه. وكسبنا الوداد اللي كسب الاهلي في الفاينل 2017 تقول لي فرقه ضعيفه؟ مع احترامي لحضرتك لا يا كابتن. النادي الاهلي بيلعب زون ديفنس وبيلعب على الهجمه المرتده. طب ما ده لحد ما يجيب جون. جاب جون لا ما هو تكتيك. يعني تكتيك ضعيف مش تكتيك ان انت يعني قوي. لا انت بتلعب على قد امكانيات اللعيبه اللي عندك. انت لو فتحت جيم لو لعبت جيم مفتوح صدقني هتخسر. طيب احنا موافقينك ان الفريق اللي بيلعب على الهجمة المرتدة فريق ما يخوفش، وانت شايف ان فنيا الطريقة دي لا تليق بفريق كبير. هل فعلا النادي الاهلي اسامة هو اللي بالشكل اللي وصفه ده؟ لا طبعا. وبس عشان نكون واضحين عشان ما نعملش زي ما هو بيعمل، انا مع فكرة ان كل فريق له منهجته له فلسفته اللي يلعب بيها حتى لو هيلعب على الهجمة المرتدة. بس انا بزعل بس لما يكون الفريق اللي بيلعب على الهجمة المرتدة بيقول ان احنا بتوع فن وهندسة. الحقيقة جبنا مباريات نادي الزمالك مع النادي الاهلي او المباريات الكبيره عشان نشوف نادي الزمالك بيلعب المباريات الكبيره كهويه فريق. طبعا نادي الزمالك فريق كبير، لكن هويه اللي هو داخل يفرض سيطرته على المباراه وهو اللي يكون الابر هاند على المباراه امام الفرقه دي ولا نشوف الصوره، وهي اعتقد هتوضح الامور. زي ما حضراتكم شايفين مباراه الاهلي والزمالك في السوبر كانت محاولات النادي الاهلي 16 محاوله على المرمى مقابل محاولات الزمالك 5 محاولات. اعتقد واضحه الامور. المباراه الثانيه مباراه الاهلي والزمالك في الدوري اللي فاز فيها الزمالك بالمناسبه 3-1، لكن كانت محاولات النادي الاهلي كم محاوله؟ 25 محاوله على المرمى، ومحاولات الزمالك 9 محاولات. مباراه الرجاء في دوري ابطال افريقيا اللي الزمالك فاز فيها ايضا 1-0، محاولات الرجاء 15 محاوله مقابل 4 محاولات لنادي الزمالك. انا بحترم فكره انت عايز تفوز ازاي، لكن ما يكونش ده الفريق اللي او الطريقه اللي انت بتفوز بيها وتيجي تسقطها على النادي الاهلي. لان النادي الاهلي هو لو رجعنا كمان الدوري اكثر في 3 فرق استحواذ، بيراميدز الاهلي والدجله اكثر في 3 فرق محاولات على المرمى، هتلاقي الاهلي وبيراميدز. فاعتقد واضحه جدا والارقام ما بتكذبش مين الفريق اللي بيلعب على الهجمه المرتده يا فارس، ومين الفريق اللي بينزل يفرض شخصيته على المباراه. حاجه بس مهمه اقولها، ان انا متفق معاك تماما ان طريقه الفريق كل واحد بيلعب بالطريقه اللي تخدم اهدافه، ولكن بما انك انت بتقول الطريقه دي فرق صغيره فبنفس المنطق احنا بنقول لك ان مش دي الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي. حتى لو انت فريقك بيلعب ده وده في مصلحته حاجه احنا ما نقدرش نعترض عليها فنيا. على فكره نقطه مهمه كمان ان ممكن تتحسب لهم ميزه ان من اقل عدد محاولات بيقدروا يفوزوا بالمباراه. صحيح. فدي ممكن تتحسب لهم ان شاء الله. التوفيق العجيب الملازم لنادي الزمالك في الفترات اللي فاتت دي كلها ينتهي. بس معانا ضيف تاني اتكلم يا اسامه في واقعه مختلفه. دايما لما تيجي فكره الكلام عن التحكيم بيجرونا للكلام عن التاريخ، فطبعا برضو الكابتن خالد الغندور انا مش عارف بقى المره دي قولا واحدا ولا لا، ولكن كان له تصريح غريب ومغالطه تاريخيه حبينا نصلحها في جهاز كشف الصدق. نشوف الكابتن خالد الغندور. فالمهم المهم 82 الاهلي خد الدوري بالصوره دي اللي كان الزمالك المفروض ياخدها. اول بطولة أفريقية للنادي الأهلي في تاريخه كانت بسبب الدوري ده، بسبب الدوري ده بتاع حسن شحاتة. بعديها الأهلي راح بطولة أفريقيا وكسب كوتوكو في النهائي على ما أتذكر، وخد أول بطولة أفريقية في تاريخه. وبعديها توج كابتن محمود الخطيب بأحسن لاعب في القارة الأفريقية بسبب تألقه في هذه البطولة اللي كان الزمالك المفروض هو اللي يتأهلها، وبظلم تحكيمي بين وواضح جدا لأي حد. عجبني جدا ان الكابتن خالد الغندور نسب انجازات عديدة للنادي الاهلي على خطأ تحكيمي واحد. احنا لو طبقنا القاعدة دي وطبقناها قبل كده وطلعنا ب 90% بطولات مساريات تحكيميه و 10% حظ، اعتقد لو طبقناها على الكونفدراليه او السوبر الافريقي هنقول كاس مصر، كونفدراليه، سوبر افريقي. لكن انا مش مع القاعده دي، لان كل بطوله ده ان كان كمان الخط التحكيمي ده فارس اصلا هو اللي كان مساهم في ان الاهلي ياخد الدوري وهو اللي خلى النادي الاهلي يشارك في بطوله افريقيا. باختصار احنا معاكم في نقطه تخص السفر عبر الزمن، يعني احنا هنشرح ازاي تسافر عبر الزمن قولا واحدا. هنيجي مباراة كابتن حسن شحاتة اللي فيها الخطأ اللي مش هنتكلم في تفصيله، عملنا له حلقة قبل كده. المباراة دي كانت بتاريخ 14 مايو 82 بين الأهلي والزمالك. كابتن خالد شايف إن لما احنا خدنا الدوري نتيجة المباراة دي
على حد قوله ده اللي خلاك تلعب بطولة أفريقيا 82 وتتوج لأول مرة باللقب. أصلا بطولة أفريقيا 82 بدأت في 9 إبريل 82 وانتهت في 12 ديسمبر 82، يعني مباراة الأولى هنا ضد الأشغال الصومالي في البطولة كانت أساسا قبل مباراة كابتن حسن شحات. التفسير الوحيد المنطقي لفكرة إن مباراة في إبريل هي اللي خلتك تاخد البطولة مع إن المباراة بتاعة كابتن حسن شحاتة كانت بعدها، فأنت شاركت في البطولة في المباراة اللي بعدها، فدي قصة سفر عبر الأزمان محتاجين كابتن خالد يقعد يشرحها لنا هي إزاي. الموضوع هنا يا جماعة ده حق من حقوق النادي الأهلي ما ينفعش نفرط فيه أبدا. وأنا طالب حاجة يا أحمد بعيدا كمان عن رأي كابتن خالد الغندور، أنا لما أطلع أقول للناس معلومة لازم أبقى خايف على مصداقيتي، ده لأي حد لازم أبقى خايف على مصداقيتي، ولازم إن أنا لما أتكلم في معلومة أكون خصوصا لو التواريخ سهل للحصول عليها أكون بعملها بشكل صح عشان ما يبقاش الموضوع فيه أي غرض. أنا لازم أكد على نقطة كمان، البطولة دي ممكن يقول لك يا سيدي بقى هو شارك في بطولة سنة 83 وعشان كده الكابتن محمود الخطيب خد أحسن لاعب في أفريقيا بسبب المشاركة دي. لا، النادي الأهلي شارك في بطولة 83 بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 82، يعني حتى دي ما ينفعش التشكيك فيها. وجول كابتن حسن شحاتة ما كانش هو الحاسم في الدوري ولا منح النادي الأهلي ألقاب بعدها، لأن النادي الأهلي شارك ببطولة الدوري 81 وفي 83 شارك بأنه أبطال الدوري. أعتقد صححنا المعلومة الكابتن خالد. أكيد يا أحمد، وردينا في حقوق تخص النادي الأهلي في الحاضر، وفي حقوق تانية هنرد فيها في زي ما قلنا في الوقت المناسب. بنشكركم ومتابعتكم لينا، وان شاء الله باذن الله نتوج بالبطوله، ووقتها هنعمل كل اللي احنا عايزينه باذن الله. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله على خير.